ما تيطولوش، كتشوفي كتهضري معاه تدير فيك واصلا كتخلع. يعني هي يطلع مثلا نهيله وي، وحق الله العظيم الا هي جالسه وانا جالسه كنشقى قسما بالله. شكرا لكل واحد على امي بالرحمه، امي اللي هي جداتي، انا جداتي كنقول لها امي. لكم باختصار، انا كانوا معايا جوج ديال البنات كوت ديفواريات، الاولى بقات معايا شي عام ومشات، الثانيه بقات معايا حتى هي. المهم وبيان سور فاش جيت نبدل الثانيه وقعوا لي، كل مره كنجيب وحده. المهم تطحت في هذيك الثانيه. هما من النوع اللي ما تيطولوش، شي واخا تربي عليهم الكبده ما كيطولوش. المهم من بعد هذيك الثانيه مشات، عرفتي بقى فيا الحال فاش مشات، كانت عزيزه عليا بزاف. وشوفوا انا من النوع اللي عرفتوني كيفاش دايره، مهوره وغي تنضحك وغي وكانت عزيزه عليا الصراحه، وحتى فارس كانت عزيزه عليه. المهم هما انا صافي بصمت عليها، ما عندهمش القلب، يعني واخا تكون عزيزه عليهم ويكونوا عزاز عليك وكل شيء، تجي واحد الوقيته كيبغيو يمشيو صافي، ما تهضريش معاهم، تيبغيو يبدلو. مهم الا من رحم ربي. دي اللي جات هاد الاخر حتى هي، كتشوفي كتهضري معاها تدير فيك، واصلا هي الله يسمح لي كتخلع. يعني هي يعني باينه من داك النوع ديال تزيدي معايا الهضره. المهم انا نعطيكم مثال، كنعيط لها مثلا نهيله وي، وحق الله زعما كلشي مرون، زعما تجمع، زعما تشوف داكشي وتجمعو. خاصني تنقول لها ويا ليت نقول لها ودير تخلي النقيات الخضراء، ها هي مطيشه، هادي هي مطيشه والموت بحال هكا، بحال كتملس عليها. تصدق انا اللي كندير كلشي، وحق الله العظيم الا هي جالسه وانا جالسه كنشقى قسما بالله العظيم، قسما بالله ما كنعيطش لها، حيت ما تبردش ليا قلبي، ما كاين ما دير. واحد الطاقه خايبه، ولا سمحي لي ولا وحق الله البنات تهضر معاكم، وحق الله الا دارني خاطره، وحق الله العظيم الا فريمون دارني خاطره، وحق الله تعصبت اليوم. وعاد لي بيجاما ديال فارس اللي شريت ليه جداد كلهم عمراتهم بجافيل، واش اكسبري ما عرفتش. وقلت ليها اسمي، قلت سي با موا، صافي قالت لي ديك سي با موا، ما زدتش معاها الهضره، قلت لها عفاك جميع حوايجك صافي، عطيتها فلوسها زادت بحالها وبتنفيخه يا الله. لا صافي، هاد ليكسبيريونس الاخرى ليا ما باقيش غنجيبهم عندي. دعيو معايا ربي لاقيني مع ما حسن مني، ولا غير مع ما بغيتش حسن مني، بحالي الله يجعل البركه، ما حسن مني ما لقاش. وغادي نضحك على زهري، نضحك. سيرو حق الله. إلا سلام، اش خباركم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، توحشتكم بزاف. درت هاد ستوري باش نشكركم، باش نقول لكم شكرا بزاف على الرسائل الزوينه ديالكم كلكم، من جمهور فنانين اعلاميين، شكرا لكل واحد على امي بالرحمه، امي اللي هي جداتي، انا جداتي كنقول لها امي، الله يرحمها يا ربي ويسهلها يا ربي فضل النهار، ويرحم جميع المسلمين. شكرا لكم بزاف، فترة ما كانت سهلة صراحة، ومع مرة غادي عمرني غادي ننساها، لأن أمي راكم عارفين جدة كي كتكون. الحمد لله على كل حال، الله يرحمها يا ربي، ويصبر ماما، ويصبر خالتي يا ربي كتر وكتر إن شاء الله. وربي سبحان الله كينزل واحد الصبر زوين بزاف، الحمد لله. ومهم بعيدا على الأحزان، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وتوحشكم بزاف بزاف بزاف. وهذا المكان عرفتوا شهر تسعود، والله الا داز عندي اصعب شهر من بدايه سنه 2023، واحد الضغط نفسي كان عندي فيه ما يمكنش. عرفتوا ولدي مرض ليا، ماتت امي، بزاف ديال الضغوطات كانوا عندي. اش غنقول؟ الحمد لله، والله الا الحمد لله وصافي. المهم اخيرا دخل اكتوبر، اكتوبر اللي هو الشهر المفضل عندي، اللي هو فين شفت عوينات وليدي الحبيب ديالي يانيس. كما عارفين عيد ميلاده هذا الشهر لو 7 اكتوبر ان شاء الله، نهار 7 في هذا الشهر، السبت الجاي ان شاء الله.
وديره ان شاء الله واحد البروغرام انا وراجلي اننا نصوبوا حنا الكاطو ديال يانيس هاد العام. والف كل عام كنكوموندي كنشري ليه الكاطوات، مي هاد العام انا وراجلي غادي نصوبوا ليه الكاطو ان شاء الله. ولو تيم مازال حيرين صراحه حيت كيعجبوه بزاف ديال، وبحكم ان لو ميور باتيسيي سيليبريتي غادي ان شاء الله نحاول نطلع شي كاطو زوين ليانيس. شوف صدق الكاطو وهذاك ما صدقش الكاطو ما غاديش نصور ليك. وعندو جوج احتفالات، غادي نديرو جوج احتفالات، واحد مع صحابو في ليكول، دوك غيكون كاطو لصحابو في ليكول، هذاك ماشي ما يكونش فيه زعما شي ابتكار، والاخر غادي يكون هنايا ديال الدار، هذاك ديال الدار هو اللي غادي نصوبو حنا باش حتى ما صدقش ما يضحك علينا حد، نضحكو غا بيناتنا. ولكن شوف فاش كتصاوب شي حاجه بيديك لوليداتك ولا لاي واحد عزيز عليك كيكون عندها واحد المعنى خاص. شري واخا تشري الحاجه غاليه ما كتكونش بنفس القيمه ديال انك تكون مصاوب الحاجه بيديك. وانا هاد اللعيبه هاد القضيه عندي حتى مع الضياف، فاش كيكونوا جايين عندي الضياف ضروري كنبغي نصوب شي حاجه بيدي، كنكوموندي شي لعيبات، ولكن صراحه كتلقى الاغلبيه مصوبه بيدي. قلت لكم انا حتى مع الضياف بحال هكا، ضروري فاش كيكون جاي عندي شي ضيف داكشي اللي كنعرف ليه كنبغي نصوبو انا في الدار، وداكشي اللي ما كنعرفش ليه كنكوموندي، ولكن الاغلبيه ديال الوقت كنبغي نحط شي حاجه مصوبه بيدي، كنحس انني هذاك هو التعبير الزوين ديال انك فرحان بداك الضيف اللي جاي عندك. فهمتوا الاحساس اللي بغيت ندوي لكم عليه؟ فنفس الاحساس ملي غدا نكون كنصوب لولدي الكاطو ديالو، انني المهم حتى الامبيونس اللي كتكون زعما دايره هذا زعما الاجواء اللي كيكونوا ديال التحضيرات وداكشي كلشي كيكون زوين. اما باش تكوموندي ساهل، وساهل وزوين حتى هو، مي مره الواحد يصاوب شي حاجه بيديه كتجي زوينه وكيكون عندها واحد المعنى زوين وكبير بزاف في عوينات وليداتنا ولا اي واحد عزيز علينا. مجلة لالا العروسة، أخبار حصرية بجودة عالية. لا تنسوا الاشتراك في القناة للمزيد من الأخبار.